بارك يا مالكم. مالك مليح والله الا باس بدو الله. الله يسلمك. صافا يا اخي. والله يا خويا لا لا او لازمك عفسات فكني بها ذوقا بعد. قول لهم بعد وعاود لهم بعد وعاود لهم. عبد دقة من بعد دقيقة برك معليش. شوف حبيبي دوكا الكراج هذا انا جاي السيد معايا من بوف هذيك قلت له الكراج هذا بلي اني كاري لك هاك معايا وقلت له من على طروج ولا كاجور تخرج انت راه يعطيني العربون 5 ملايين هاك معايا وكانه تاعي واه هيا انت شان ديالك قال بلي صح راني كاري عنده وخلاص يا تبدا تبي تخونه ماشي واحد مشو مره هو صار مشو مره يطلع تسرق ماشي يسرق شكون تعرف الواحد باش يصرف وخلاص لا يسرق لا خويا روح شوف واحد اخر يدير جاي حبيبي ما تحشمنيش وراه السيد هذا او جاي وريت له الاخر الكراج هي 5 ملايين راح يعطيها لي او جا المهم كيما خرجت صافا لاباس صافا هذا واش اللي كاري عندي اللي قلت كاري عندي انا بيخاوني قال انا كاري لا ما تاعي هذا او يسر برك لا ماشي قصه خويا علاش تصور لي في راني قلت لك هو زعفا اليوم برك هذا كان يهضر مع كان يهضر مع عبد الدقه طيب انا ماني كاري لا مولو درستي هنا هو خونا على حد اخر هضر واحد نجيب لك في الامانه دراهم هو انا قلت لك جبت الامانه جبتها خوني قال خسر عليك فهم روحك خويا هو يقصر هو يسيق قصر هذا شريك ولا لا لا شريكي شريكي كاري له كاري هذا جاي عندي دروك قال لي هذا القصه اللي حكي لي هذا دروك قال لي خويا انا ما كاري لي او زعفان اليوم من الدار او زعفان ما كاري لي ما نعرفه واول مره نشوفه والله يعاونك انت وياه صحيح خويا يحفظك يا صديقي ما يحفظني ما يحفظك او يقصر او عاود نهضر روح اجبد روحك يا صاحبي خليني ندخل نحسب شحال كاين هيا عطيني لما نوصل نجيب له انا ماني كاري انت باشر ولا وشو انا نقول لك بلي هذا بلي خونك دوك لي بلي خونك بيجي واحد اخرى الله يعاونك انا ماني كاري ما كاري لي ما والو تربح سما الزعاف تاع الصباح ترجعوا ديروا هكا دقه دقه كندوك حنا نهضروا معاه لا واش نهضر معاه اسمع عطيني شي بريات خلاص هم بعدنا كاين البريات واش البريات خلاص بعدا نهضروا فيها خلاص صاحبي انا ما نلعب مع صاحبك انا ويقول لي خاطيني وتقول لي خاطيني عطيني صوالحي عطيني صوالحي خليني بعدو بنادم واحد اخر ريب لك الحانوت ايوا دخلوا هنا دخلوا هنا انا عيد اروح اروح خبروني اروح ما طبعنيش ما طبعش ما طبع علاش راك تطبع؟ تضحك صاحبي نضحك والله نضحك نضحك عليك اصبر خليني نروح خليني نروح دوك نعاود نوصل طونوبيل نعاود نولي نطلع تحت هما اللي يسرقوا هكذا دايرين تدو رزق الناس انتوما عطيني صوالح اسمنا عطيني صوالح برك ونعاود عطيني ما كاش لا طونوبيل ولا طياره عطيني صوالحي عطيني صوالحي عطيني صوالحي صاحبي ما تخلينيش الا يم عليك الغاشي عطيني صوالحي بعد نهضروا من بعد هضر معاه صاحبي باش معنا غادي نوصل صح انا جيت لقيتو عندك في الحانوت اي انا كنت لي صوالحي نقطعه ماشي تقطعه على بالي تقطعه ولا تطحنه انا اللي فاهم فيك انا قلت عندك هي نحيد عطوني صوالحي خويا صوالحك يا صاحبي قلت لك يا اخي هضرت تفاهمت معاك قلت لك من على طروج ونعاودو نقولو ما تفاهمت معايا ما تفاهمت معاك عطيني صوالحي خلاص خليني نروح خليني نروح خليني نروح الله خليني يا صاحبي ما نش نلعب خليني نروح اسمع اسمع خويا ما تخ اسمع اسمع مانيش مقصر نوصل الطوموبيل ونجي ماني مقصر معاك قلت لك نوصل الطوموبيل ونجي يا صاحبي خليني نروح الطوموبيل دقيقه السيدة يقول خاطيني ما نعرفكش السيدة يقول خاطيني ما نعرفكش عطيني صوالحي عطيني صوالحي يا الله عطيني صوالحي خليني نوصل للطوموبيل ما توصل للطوموبيل حسنا راح نجيب واحد العفسه يا ودي تقعد هنا عطيني صوالحي عطيني البريه عطيني البريه خويا السيد سيدا ويقول الحانوت تاعي تقول لي انا شريكو لا لا ويقول نقسمو اي سهل ما تفهمني حتى اعطيني اعطيني شوف البريه نحط راح ناس والحي وبعد براسك مع السيد تبيع له راح نوصل اسن خليه خليه يهضر معك هو شريكي او راح نوصل واحد السلعه للسيد ونعاود نولي ليه ليه
اوصل له السلعه تاعو كومون شحال السلعه هي معليش نوصل معليش نوصل لما شحال دومون الصباح اديها معك صاير ادخل نوصلها من الطوموبيل وجهه نوصلها من الطوموبيل حسنا نوصلها للطوموبيل حسبه خليها نهضر معاك نكون عاود نجي توصل لها الطوموبيل للطياره ها هادو موندا هادو برك حسنا صاحبي دقيقه والله غير دقيقه حتى هادو الطوموبيل وجهه منا هذا راه صوالحنا حسنا نحطو في الطوموبيل هاي الطوموبيل هاي ودي طيني يا خويا السيده ويضحك انت تقول ضاربينها بركله عطيني حسنا والله غير دوك نجاي والله غير دوك نجاي والله غادي والله منا ما نزغدها فهموا يا خدو منضها الصباح سيد بيت ديها قلت لك حلال عليك ديها حلالك روح بيها حاول تي لها حلال ما عندي انا ما تخونش الشيء عطيني صباح الخير ما تسرقاش برك هذا ما يكون هلا تفسد لي في الفيلم هذا تفسد لي في الفيلم ايش من في والله هذيك تدخل السيد على نار الناس عيب عليك على بالك انت اللي حرام عليك ماشي عيب عيب عليك عيب عليك هذه خدمه ما يخدموهاش الرجال على بالك ما انا ماشي راجل هذه خدمه قلت لك مشي معايا على الاخر ما تعطاه ولا تقول لي الحاله تاعي روح بغي نبي نسقط حاجه واحده اخرى حدا والله حفظت لي الفيلم واش نمشي ندير مرحبا باباك علاش اصاحبي علاش يا خا قلت لك ايوا راه المشكل اصاحبي يا خا قلت لك نعطيك مليون وبلع وسكر فمك لا ما تعطيني ما نعطيك خويا ما تعطيني ما نعطيك خويا كنت خمس سنين دوك كان دو جا الواحد برك يعني قادر قادر دوك ندير ديكا هنايا ندير ديكا شوف قول لنا شنو حنت يدك ورينا ورينا حنت يدك ورينا حنت يدك شنو دير والله غير خايف نحط برك يدي قادر تصرى لك عفسه قادر تموت قادر نكملها حبس انا نضرب شدير اضرب ياك نضرب ماشي هكذا صاحبي يا اخي هضرت معاك جيتك بلاتي يا احسن قلت لك يا حبيبي نو نو هضرت معاك يا اخي هضرت معاك قلت لك اوجي ها حسن هضرت معاك ولا ما هضرتش معاك جيتك بالعقليه يا اخي باش كنت ما حبش تفهم انت كلش بالخشونه نسوق نخوني معاك سيدنا هو راه المشكل يا اخي قلت لك اهضر باللي ايه كاري لك خلاص لا على لا مشكلة مشكلة اخويا مشكلة لا مشكلة اخويا ماشي تاع الرجال الهدا هذه على بالك الرجال ما يديروش هكذا سيدي ما تاعش الرجال زعما ماشي راجل وكي انا راجل فما كيما تبغي انا شو انا راجل رغم انا انفي راجل عليك وعلى الناس اللي زيك تاع كيما نقول يدك اهضر بلسانك ما تهضرش بيدك اهضر بلسانك قلت لك هبط يدك هبط يدك هبط يدك هبط يدك هبط يدك من هنا جهه واحده اخرى روح خونا جهه واحده اخرى ماشي عندي انا روح 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 كل عليك ربي السلام عليكم يا خويا تخلي حاجه زينه تاع الموكل عليك ربي السلام عليكم اخويا ربي راه يشوف على بالك مالك صاحبي طيب واش كاين انت خاين انا هاد الكاميرا خاشي هاد الكاميرا خاشي وعلا تخبر صاحبي وعلا تخبر وعلا تخبر والله غير راجل انت اقسم بالله غير راجل والله غير راجل والله العظيم هذه ماشي كيما يقولوا غير كاميرا كاش هذا ميساج حبيبي رانا في ولايه عين تيموشنت تحياتي للناس عين تيموشنت اخويا الناس راهي تشوفك في رمضان واش تقول لهم بمناسبه رمضان؟ صح رمضان ان شاء الله تكون صحه ان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله اخويا وما تزعفوش ما تزعفوش علينا الله يبارك فيك خويا ربي يستركم الله يسلمك خويا هيا ميرسي السلام عليكم ربي يستركم ان شاء الله